بأدوات بسيطة ومكان متواضع وإمكانيات محدودة، استطاع هذا الشاب اختراع سرير طبي هو الأول من نوعه من حيث استخداماته والخدمات التي يمكن الاستفادة منها. بدأت الفكرة من زيارة بعض المرضى من أقربائنا من أصدقائنا، في حالات منهم بتكون صايبة شلل نصفي شلل كامل أو إعاقة أو نتيجة إصابات أثر الحرب. فإجتني الفكرة من هون، صرت تابع حالة المرضى وشوف الحركات اللي بيعتازها المريض. كله التحريك عبر مفاتيح كهربائية ممكن يستخدمها المريض بإيديه، حتى إذا اضطر يعني الساقين أو الأطراف السفلية شغالين فيه يستخدم المفاتيح فيهم. هلق مجموع الحركات 14، مجموع الحركات 14 حركة ما بين الظهر والمقعد والأرجل. بيجي إنه السرير لما بيتحول لكرسي شاسيه السرير من تحت ما بيظل مستمر مثل ما هو، بضيق مشان إذا المريض بدك تنقله من غرفة لغرفة. بيشتغل على التيارين بسموه العالي، تيار مستمر وتيار متناوب، بيشتغل على الجهتين. تم تجهيز هذا السرير بحيث يمكن استخدامه عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية التعامل معه عن طريق الصوت وتحويله إلى كرسي متحرك يستطيع مستخدمه من التنقل بحرية دون الحاجة إلى وجود أي مرافق. هذا المشروع هو مشروع نوعي، يعني وجدنا فيه قيمة اختراعية جديدة. اثنين، هذا الجانب بهذا السرير هو جانب إنساني، جانب إنساني واسع جدا. وأنت بتعرف وضعنا بسوريا، عنا عدد كبير من جرحى الحرب اللي هن بحاجة لهيك اختراعات. لكن اللي عتب على الجهات العامة اللي ما تبنت هيك مشروع، وأخص بالذكر جمعية المخترعين السوريين. نحن حد علمنا يعني الأسرة الموجودة بالسوق فيها 8 حركات كحد أقصى، لكن هذا الاختراع فيه 14 حركة. يعني المريض مش بحاجة، لو كان فقط قادر على تحريك إيده أو أصابع إيده بيقدر يستخدم هذا السرير بكل أنحاء البيت أو خارج البيت حتى. هذا الاختراع وغيره الكثير لا ينقصه سوى الدعم والاهتمام ليرى النور ويضاف إلى قائمة الاختراعات السورية التي أثبتت تفوقها رغم كل المعوقات. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.